طبعا نطلب إرشاد الله في هذا الأمر، وده الكليب رقم 7، وهو يلخص كل الأمور كما رأيناها. الجزئية الأولانية هي كما هو مثبتة ومعلوم أنه البلوك رقم 7 أو 9، حيث يسكن الأنبا أبيفانيوس، كان يبعد عن الكنيسة حوالي 200 ل 250 متر، وكما رأينا مع الأستاذ إسحاق يونان في التقرير، غالبا كان على قناة سي تي في. الممر طويل، في أشجار حواليه تمنع الرؤية، تكعيبة عنب، أيضا المنطقة مفيهاش أنوار الممر، وده يقودنا إلى جزئية كيف رأى الجاني المجني عليه وأصابه. طبعا هنا في الظلمة الشديدة لو أصابه ضرب، معنى كده إن كان هينحني، مكانش هيبقى فيه ضربة تانية أو تالتة لأنه مش هيقدر يشوف، وإن كانت ضربة تانية أو تالتة هتكون بعد الانحناء على الأفا أو على الظهر أو منطقة أخرى أو تطيش. فأين هي الإصابات الأخرى؟ وهذا أيضا يقودنا إلى الاعتقاد الراسخ إنه يكون هناك قناصة برصاصة من بعيد أصابت وصوبت على أعلى القرنصوة في الصليب رقم 13، فاخترقت الرأس من رفع فروتها من الأعلى وشقتها كسكين أو كسطور، وهي دي يفسر تقرير الطبيب الشرعي انه بآلة حادة وجرح قطعي وليس جرح رضي. وده يقودنا الى ايضا المحكمة اللي فيها اثبتنا وجود الامن الساعة 4:15، يعني القتل كان 3:15 اي قبل 3:45 كما قيل. غالبا تم سحب الانبا بفانيوس الى هذا في الممر. ده يقودنا الى ايضا الجلتنس، البادي لانجوج للرهبان كانت بقوه لا تدل على الخوف ولا تدل على الكذب ولا تدل على انه هناك العامل النفسي للتخبيه، او الجلتنس او يعني الشعور بالذنب، وهو دايما بتبقى اعراضه الدبريشن والصوت الواطي وزوغان الأعين وما إلى ذلك. وده طبعا الدارسين في علم النفس يعلموا هذا الأمور جيدا. إذن ضميرنا يقول لنا أنه لم يعني يقولوا إلا الصدق. أيضا الجزئية الأخرانية وهي جزئية أن شخص يعطي أوامر أين ترمى الحديدة هل فيها آثار دماء؟ لأن ده يكون فيها آثار دماء لو هي اللي فتحت الراس، وده طبعا يخلينا نقول طب كمية الدماء دي جت منين؟ إذا كانت هي مش هي اللي فتحت الراس كان شيء آخر، وأعتقد هو الرصاصة، وإنه تم سحبه من القلاية. طبعا احنا بنصلي ونقول يا رب هذه الأمور تصل ونسمعها وتكون هناك براءة للآباء الرهبان، لأني أعتقد أمام الله إن براءتهم، وأنا يعني أعتقد داخليا إنه مهما كان الأمور فأنا وضحت الأمور عشان أشعر إني عملت صح وواثق من براءتهم وواثق تماما، زي ما دانيال قال إن هو بريء من دم سوسنة وكان إنسان حكيم، أيضا أنا أقول عملت اللي عليا وقلت الحقائق وما درسناه وما نعلمه وما رأيناه، ونحن ننشد الحقيقة الناجزة وليس الحقيقة أو الحكم المضلل. نرجو للجميع التوفيق واذكرونا في صلواتكم. سلام. كليب رقم 6. لوحظ في الفيديو المعروض في آخر محكمة أنه هناك أوامر تعطى لتمثيل الجريمة، الأمر الذي لا يقبل عقل كيف أن الإنسان يمثل جريمة وآخر يعطيه الأوامر. من الملاحظ تماما أنه قال له في الفيديو أنه يرميها في مسافة أقرب وليس أبعد. ليه؟ الأقرب إلى الصواب والتصديق هو أنه تم سحب الأنبا بفانوس لمدة طويلة
عشان كده الدم خد فترة أو في حتة طويلة من الممر المتواجد قبل الوصول للكنيسة. إذا لو قلنا في هذا الأمر، هو عايز يتكلم على إنه ارمي العصاية بعيد، لأن لو اترمت قريب بعد كده إن المسافة دي غير مفسرة اللي فيها الدم، وأيضا لو اترمت قريب معنى كده إن العصاية دي لم تحدث هي الضربة اللي أدت إلى مقتله. ليه؟ لأن هي دي تسبب ضربة أو إصابة ردية، ولا يمكن إن هي تخرج النافوخ من مكانه. أيضا في الحالة دي هينحني إنيافة الأنبا بفانيوس، وفي الحالة دي حتى لو خرج المخ هيكون ممسوك بالقرنصوة، ومعنى كده إنه الأداة الجريمة لازم عشان يفسر إنه ليه في مسافة طويلة قال له ارميها بعيد ما ترميهاش قريب، وده يفسر ليه هناك في مسافة طويلة في النزيف على أرض الممر. طبعا أنا بحاول إن أنا أحط الكلمات مع بعضيها. الجزئية دي بالذات دي تخلينا إن احنا نضع قرينة أخرى، إن في الحالة إنه الضرب بالحديدة كما هو متبع أو يعني كما احنا رأينا، كان إن النافوخ لو خرج أو المخ خرج معنى كده إنه كمية دماء كانت متواجدة. فأين الدماء المتواجدة في هذا الأمر؟ وأين هي القلنسوة اللي هي تمسك الرأس؟ وأين كل هذا؟ ينبغي أن الأمور تكون واضحة. طبعا ده نهاية الكليب رقم 6. حط الكليب رقم 7 وهو الكونكلوجن للأواخر الأمر كله، بحيث ان الامور تكون متضحة امام حضراتكم وتكون امام محكمة. نحن لا نريد الا العدالة في نياحة الحبر الجليل الانبا بفانيوس، ولكن ضميري يقول ان هؤلاء الرهبان ابرياء، هناك القاتل ينعم براحة، وانما هو ايضا شخص متدرب على النشان، وشخص لديه القدرة على الرؤية الصائبة من خلال الإنفراد. تابعونا في الحلقة 7. كليب رقم 5 في مساندة ودراسة متأنية لأرباء الرهبان دير أبو مقار أشعيا وفلتؤوس البقريين. نتكلم في جزئية محددة تماما في السيكولوجي، الجزئية المحددة دي تماما اللي احنا بنقول عليها الجلتنس. الجلتنس هي الشعور بالذنب، وفي حالة الشعور بالذنب يكون الأعراض المتواجدة على الشخص نفسه ان هو يكون زائغ العينين، غير مركز، مشوش في قراراته، مشوش تماما في إجاباته، ده الأعراض بتاعته. لكن الشخص الذي يقول الحقيقة تكون عيناه مطمئنة مستقرة، ليس فيها زغوغان. وهذه الجزئية رأيناها بأم أعيننا في كل الفيديوهات لفلتأوس المقاري وأشعيا المقاري. بالعكس هم كانوا مركزين بالرغم الضعف الجسد الواضح عليهم، بالرغم التعذيب اللي حصل ليهم، ولكن مركزين تماما. لم يكن هناك زوغان في الأعين، لم يكن هناك عدم استيعاب للأمور، لم يكن هناك تشويش، لم يكن هناك رنة حزن أو نوع من الديبريشن أو جزئية الجلتنس أو التعذيب الضمير، وده كان واضح من البادي لانجوج. وهذا البادي لانجوج والفيديوهات عرضت على أخصائيين في الانفستيجيشن وعلم الجريمة، وأيضا سيكولوجيست وعلماء أو خبراء في علم النفس، وأقروا أنه المستحيل أنه هؤلاء الآخرين يكونوا بيمروا بهذا الأمر، إنما حاضرين الذهن غير زائغين الأعين. وده يخلينا أن احنا نقرأ البادي لانجوج بتاعتهم، ويستقر رأي المحكمة على براءتهم أو على رأينا، على الأقل نشعر بالبراءة تجاههم تماما.
الكليب رقم 6 هنتكلم فيه على جزئية أخرى في يعني رجوعا في الأداة الجريمة المستخدمة، والفيديو اللي احنا شفنا فيه ورأينا فيه ان في احد الاشخاص بيعطيهم اوامر اين يضع المادة، الى رقم كليب رقم 6. شكرا. كليب رقم 4، وهنا نناقش اين قتل نيافة الحبر الجليل ام بيبي فانوس. يقول الاب الورع الراهب يوساب وشهاداته حق، انه في الساعة 4:15 كان الجسد وصل للعيادة وهو غسله، وكان الدم كان لسه لم يتجلط او يعني في طريقه للتجلط او ان هو يعني يتجمد، وكان هناك امر منتهى الغرابة هو وجود الامن في ذلك الوقت في العيادة. وايضا من التسريبات التي رأيناها في اخر محكمة انه كان في الممر جزء طويل جدا، مساحة طويلة فيها الدم. في حالة انه ركع نيافة الانبا ابي فانيوس بعد الضربة الاولى المزعومة كان الدم كله هيكون في مكان واحد، ولكن اذا كان الممر فيه مسافة طويلة معنى كده انه الجثة او المجني عليه تم سحله وتم سحبه من في حتة طويلة بعد القتل، يا اما بعد ما خرج من القلاية على طول، يا اما قتل في القلاية، لذلك تم اخفاء القلنسوة. وبكده نشوف الجزئية الطويلة اللي فيها الممر كاملا في الدماء المتواجدة هناك. طيب احنا نتكلم كده في الاربع كليبات دول على جزئية فقط على استخدام السلاح، انه السلاح استخدم في ليلة حالكة الظلام، لم يكن هناك نور، الكاميرات معطلة، ولا أحد يرى شيء، إنما الذي يستطيع أن يرى من خلال كاميرا في الانفراريد في سلاح. يستطيع هذا السلاح أن يكون آلة حادة متى صوبت دخلت في النافوخ أو بداية النافوخ واخترقت فروة الرأس وكسرت الجمجمة إلى نصين، وده الاحتمالية الكبرى ينبغي ان احنا ننظر اليها بعين الاعتبار، وهي اقرب للحقيقة الان، خاصة ده رأي استشاريين لهم باع طويل في الفرنسيك استاديز وبيعملوا في هذا المجال، وما يمنعش ان احنا هذا التقارير يأخذ بها او تبعت الفيديوهات الى خارج مصر ويتم دراستها زي ما مصر عملت في ملف سد النهضة، انه هناك استشاريين اخرين اعطوا رأيهم في هذا الامر، فلماذا لا يكون هناك تحليل بدل الاعتماد على الطب الشرعي المصري، وربما يكون الامر في يعني معلومات غير واضحة، لكن ناخذ امر الخبراء في الخارج ايضا. ده كليب رقم 4. كليب رقم 5 نتكلم عن البادي لانجوج للرهبان، ودي جزئية مهمة سيكولوجية، وضعفي بتكلم هنا من يعني من كون اني سيكولوجيست، ويكون اني ليا خبرة ودراسة في السيكولوجي مادة علم النفس والانفستيجيشن لفترة طويلة، وهو ده المجال الدراسي اللي انه درست فيه وأستطيع أن أتكلم فيه بحرية، وده هيبقى غالبا في الكليب رقم 5 أو 6. ننتقل إلى هناك. شكرا. الكليب رقم 3 لمساندة أباء الرهبان دير القديس العظيم أبو مقار، إنه في حالة وجود قناصة أي رصاصة على حسب ما احنا شفنا في المرافعات، وجدنا انه الجرح هو قطعي وليس ردي، اي بمعنى انه هو اما ببلطة او سطور او سكين او
بشيء حاد، وده يفسر هذا الأمر في حالة الرصاصة تكون أطلقت على الرأس من الخلف، تكون نشنت على بداية الرأس أو ما يسمى بالنفوخ أعلى قمة الرأس، ثم بسرعة شديدة جرحت الرأس، ونتيجة للسخونة الشديدة في الرصاصة، وطبعا دي أقوى من أي سكين، عملت فلق أو فتح في الرأس قطعي، وهنا أخرجت المخ، وده اللي يدل على هذا الأمر. جزئية أخرى أيضا بعد فحص الفيديو أو ما حسب ما قدرنا نحن نشوفه، كانت هناك فرضية أخرى وسؤال ملح: أين هي القلنسوة، قلنسوة الراهب أو الشال المحطوط عليه؟ في أي الأحوال إذا كانت أي إصابة وقبل ما يطلع المخ أيضا، نحن نعلم تماما أن القلنسوة هي رباط الرأس وهو يربط الرأس، إذا معنى كده القلنسوة دي قطعت. أين هي القلنسوة، قلنسوة الأنبا أبيفانيوس أو الشال؟ هل هي موجودة؟ هل هي من الأحراز؟ إذا وجدت تستطيع أن تتطابق في الأمر في هذا الشيء. وده يقودنا لتحليل آخر، إن لأن القلنسوة هي مشكوكة من الرأس من منتصف الرأس، إذا الشخص اللي بيصوب صوب على أواخر القلنسوة في منطقة الصليب الرقم 13 في القلنسوة، لأن هناك 12 صليب 6 من كل جانب، والأخير نمرة 13 في آل النفوخ، ويقسم القلنسوة شق بالخيط، فغالبا الرصاصة صوبت على هذا الجزئية وانتهى الأمر، وبعدين اختفت أيضا القلنسوة. وده بيخلينا نحن نشوف الفيديو أو الكليب نمبر 4 لجزئية أين قتل النيافة الأنبا أبي فانيوس. كليب رقم 2 المؤكد تماما أنه الممر الموصل بين لاية الحبر الجليل الأنبا أبي فانيوس إلى الكنيسة، وهو طول 200 متر، مظلم تماما ولا أحد يرى فيه إلا بصعوبة جدا، إلا إذا كانت ليلة قمرية. وده يقودنا إلى احتمالية أخرى أو شيء مؤكد، أنه في حالة أن أي إنسان حاول أن يصيب شخص آخر لازم يكون متبعه لفترة طويلة، وده يدل أنه الإنسان المجني عليه كان ربما ياخد باله أو يصرخ أو يشعر بالشخص الآخر. وده ياخدنا إلى احتمالية أكثر، وهنا وضعت الحقائق في أمام الدارسين والباحثين في نورث أمريكا في مركز للبوليس، دارسين كلهم في الفرنسيك الطب الشرعي، وليهم باع طويل وخبرة لا تزيد لا تقل عن 25 ل 30 سنة لكل فرد منهم. وهذه المعضلة التي وضعت: كيف الإنسان في ممر مظلم أن يستطيع أن يضرب أو أن هو يصيب شخص 3 ضربات أو يصيب شخص بهذا الدقة لمدة 3 ضربات أو يعني على 3 ضربات حسب ما كانوا مزعم، حسب ما كانوا يقال على الرهيب أشعية، أنه ضربه وفي المرة الأولى ثم ضرب مرة أخرى ثم ضرب المرة الثالثة، وبعد أول مرة انحنى رئيس الدير. الفرضية دي بتقول إن هو لا يمكن في حالة الممر المظلم إن الإنسان ينشن ويقدر إن هو يشوف طريقه، لكن الوضع الآخر هو وجود قناصة، ووجود قناصة معنى كده إنه تعني شيئين: إنه الذي يقنص متدرب على النشان، نمرة 2 ان الامور واضحة بالنسبة له لانه بيستخدم اشعة الانفراريد اللي بتكون مبينة له كل شيء، وهذا الامر ليس فقط في الاسلحة لكن حتى في السيارات دلوقتي الجديدة الباك اب كاميرا بتستخدم الانفراريد بتبين اللي وراك حتى في
الظلام الدامس. فهذه التقنية غالبا استخدمت في هذا الأمر. استكمالا لهذا الفكر، هو انه الرصاصة او القناص استخدم غالبا 126 ملي من سلاح روسي، مسدس او بندقية، وهو مستخدم في الانفراريد. ابتدت بالنشان على النافوخ، ثم ان الرصاصة اخذت الراس بالكامل او الجمجمة الى اليها وكملت. وده يخلينا نروح للنقطة الأهم، ودي هتبقى في الكليب اللي بعديه، تابعونا. السلام ونعمة. هذه الكليبات من أجل سبورت ومساندة الآباء الرهبان، رهبان دير القديس عظيم أبا مقار، والوصول للحقيقة في مقتل ونياحة واستشهاد أبينا مثلث الرحمات نيافة الحبر الجليل الأنبا أبي فانيوس رئيس دير أبو مقار. سيكون هناك أكثر من كليب لسهولة الإرسال، وسوف التوالى ربما يكون على 4 أو 5 تسجيلات، أرجو أن هي توضع معا. هناك كثير من الفرضيات والحقائق ينبغي أن توضع أمام الإنسان والمشاهد والمواطن المصري حتى يحكم، وحتى هناك يكون حكم عدل في هذه القضية. أول جزئية، وهي الحقائق التي نستفادها وموجودة في المقتل أو في ليلة الحادث، يحدثنا الشهود. ومعروف أنه يوم 29 من يوليو، الممر المتواجد فيه من بين الألالي إلى الكنيسة هو ممر مظلم جدا. وأيضا في برنامج أخذنا فيه الإعلامي إسحاق يونان في الممر، وهذا الممر طوله حوالي 200 متر، وهو مظلم ومحاط بأشجار. وأيضا في مكان كثير من الرهبان عادة بيمر في هذا المكان، لكن هو مظلم ولا يمكن أن يكون في نور إلا إذا كانت ليلة قمرية. دي أول جزء أحب أن أتكلم فيه. الكليب اللي بعديه هتكلم على نظرية أو فرضية أو شيء مؤكد، هو أنه استحالة أن يكون هناك القتل عن طريق يد وعن طريق سلاح يدوي، إنما شخص شايف أو يرى كل أمور بوضوح حتى يستطيع أنه يقتل الحبر الجليل الأنبا بفنس. شكراً.